مرحبا. اجا واحد يشوفك من امبارح هو فوق راسك. نهال فا كيفك؟ أنت منيح؟ بعد إيدك لا تلمسني. أشير أهدأ، أنا مهند. لا أشير أهدأ شوي، اسمعني. رح تتحسن، جيت لأخدك. ها؟ رح أخدك على اسطنبول. هالشي مو منيح مشانك. عن شو عم تحكي؟ ما عم بفهم. بعرف كل شي. بعرف علاقتك بسمر خانم. حتى الأكسجين. اهدى شوي. تمام. بعرف الهنجار، وبعرف انكن عم تلتقوا بهداك البيت، والحلق اللي ضاع انا اللي لقيته. شوفي، خجلت من حالك؟ ما كنت متخيل حدا بيعرف بوساختك؟ ها؟ نعم نهال. مهند كيفو بشير؟ مهند صار شي؟ احكي. لا منيح. قلي الحقيقة. ايه منيح، انا جنبه. منيح. انا والمدموزيل هلا وصلنا على البيت، قالوا لي رح تجيبه. امتى رح تجي على اسطنبول؟ مهند انت عم تسمعني؟ ايه. امتى بدك تجيبه لبشير؟ حسب رأي الدكتور، اذا شاف ما في مانع بالسفر هداك الوقت رح نجي. شكرا كثير مهند. لو ما انت هون ما عرفنا شو رح نساوي. الله يخليك، لا تتركه لوحده. ماشي انا هون. نهال الدكتور جاي، انا مضطر سكر. انتبهوا على حالكم منيح. بشوفك. انا رح اتصل فيك كمان. ماشي حبيبتي. صوته كتير تعيس. ان شاء الله يكون عم بيحكي الحقيقه. ان شاء الله يكون وضع بشير منيح. بنحكي مع الدكتور اللي هون، قال هني على اتصال مستمر معه. ايه بنحكي، قال كل يوم عم يقدموا له تقرير لعدنان بيك. بعرف كل شيء. بعرف علاقتك بسمر خانو الهنجار.
والحلقة اللي ضاع. طيب مين؟ شافنا حدا من هذا البيت ومشان يحسسنا انه شافنا ترك الحلقة بغرفة نومي. مين هو؟ ما بعرف. وبعرف انكم عم تلتقوا بهداك البيت. ما في حدا. Mm-hmm.